حاجة في الأغنية دي بتعملوا كده يلا لا 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 كده هنلغوط بعض كده. أنا هقول لكم حاجة عملنا تولسي شباب تونس بالعراضة لبلاد كانت مراضة وعصرونا كلي مناضة شدوا تونس بالسيف شديناهم بحر الرصيف هذا زين البلاد مش بلاد الزين وكل سارق يتقاضى 12 مليون تونسي جندي بابا أخويا ولدي عصام لمونتش ياندو بيدي من اللي جاد لخسيدي شارع شارع أبو التغيير مش الصانع عصينا وحشرنا حصرنا الكلاب كلنا غادي أنا تونسي من البلدان رافع راسي أنا تونسي في أفتغشي مالي بغدي من البلدان رفع راسي راسي أنا تونسي في أفتغشي مالي بغدي إيوهي يا 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 إيوهي يا 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 قول فهمنا ما هو ملول تستبلغ فينا لنقوينا عملنا الشوم بالروح بتنبو لتغبو سرقوني ابو قلبو لازم يتحطوا في قلبو تونسي ثوري بقلبو والميليشيات اللي هربو لازم تيجي تجدو وسنايبر اللي في يدو بحجر قاعد يتحطو التونسي شكون يقدو راهو تونسي اليوم الشعب يقرر اليوم تعبر وتخبر وشوفنا حدود الصبر القدر تونس اللي بصبر يتصلح اللي يتكسر كل عسكر جبنا النصر لأهل تونس خلناهم نصر نفسر جبنا الحرية بدم الشهداء شوف التونسي اليوم لبلاده شهداء يوم التنجيم من دولة الفلاح
كبيرة لمصري مش فاهم انا تونسي مصري من البلدان رفع راسي ما هي مش فارقة يا عم انت تونسي مصري انا مصري انا اللي مصري انا تونسي فكرني انا تونسي ولا مصري هو ايه يا جماعة انا عربي من البلدان رفع راسي الله 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 تاني انا عربي تمام